جباب يا خزول المغابر دي جت مسلمين ليه تساوي له اوضه براو ليه ما تسوي اوضه للمغابر جت كلها مبجوز ذاته اوضه ولمبه وترباس وباب وتراب يسفوا فيه وقروش يدوها للميت ناس دي مواهيم في ميت بده قروش ميت دار بالقروش شنو ولابس لك كفن جيب ما فيه عمل بالقروش شنو وجوا في قروش تدفعوا في القروش يا اخي ساويني تفينهم في التراب لقيت القبه فاضيه خش شيلها ساي حلال وكل باب واسطه ما في شيء دي قروش سايبه ساي ما عندها سيد والله الذي لا اله غيره معقول يا قروش تديها لميت بلاوي ساي يا اخوان ما عندها سيد قروش فارغه ذاته نسأل الله العافيه يا اخو كلها وان كان دي فيها كلام تفصيل خليه في بلاوي كثيره جدا قروش كهان وغيره ما تهينا ولذلك يا جماعه كلها هوس شغلوا بين الناس يا اخي يا اخي زول عليك الله الميت بيدعوا له ولا بيدعوه؟ ما وهم في البلد دي سيفنجه مقلوبه يرجفوا منها غريه كامله يرجفوا من علم يقول لك ابويا الشيخ تبين هنا وابوك الشيخ لما نجي بخوف الناس ليه؟ المفروض يطمن الناس يا اخي كاظمين الغيظ والعافين عن الناس تخوف في الناس بنفخ خشم فلان وبنفخ فلان وبغير في فلان وبتبين في فلان وديل يرجف وديل يلاوزوا ما عندهم اي شيء ديل ما عندهم شيء شو ديل لا عندهم مال لا عندهم دنيا لا عندهم جنى الامر كله بيد الله وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم سكتار ضاعوا يا اخي مرى عروس جديدة يودوها للفقيه زول دار يفتح دكان يمشي للفقيه صورة الشيخ في الأوضة هذه في الفتحاب معلقة صورة الشيخ جماعة قالوا له الصورة دي المكاشف ده عينه ذاته ما قال عينه واحد يتكلم مرق له مرق له ويمرق في عينه ماله كلها بلاوي ياخذ مصايب ويكشف في القلب في زول بيكشف في القلب والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله في البخاري ومسلم أنا علي بالظاهر قال الباطن ده حسابهم على الله ده الرسول عليه الصلاة والسلام والله قال لي في القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي جوا قلوبهم انت ما بتعلم لا تعلمهم نحن نعلمهم يقول لي يا اخي ده بيكشف في القلب وده ما بعرف ايه وبيعلم كذا وبيسوي كذا ما عنده اي شيء ده الضعفاء والكلام يطول